كذلك نفصل الآيات
والذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ذلك الدين القيم
ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها
دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسلها متاعا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكري Yeah.
تعرف في وجوههم نظرة
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون